دائما مع المبدعين نلتقي. تبارك الله اليوم بطلنا عمره 17 سنة لكن عنده 7 كؤوس وميداليات ذهبية حول العالم. حياك الله لاعبنا المميز محمد العمران، سعيد جدا وفخور بوجودك اليوم معانا في قريتنا قرية يوم البحار. الله يحييك ويسلمك ويعطيك العافية على هذه الاستضافة الجميلة وما تقصر. حياك الله. نبي نتكلم عن السكواش، بطولاتك، متى بديت، وأكيد عن أول ميدالية حصلت عليها. قبل الله أقول لك أول ميدالية حصلت عليها، بسألك سؤال. أنت بتسألني الحين غير صرت مذيع. بسألك سؤال. تعرف شلون بداية السكواش؟ تعرف شلون بداية السكواش؟ والله لا ما تعرف. بس نعرف الناجحين فيها، عبد الله المزين عندنا. نعم. أبطال. إيه نعم. خل أقول. وأنت منهم. حبيبي تسلم أقصر. أبى أقول لك بداية الإسكواش وشلون بلشت وتاريخ الإسكواش. يا ريت. بلشت لعبة الإسكواش في مساج في سجون لندن. كانوا اخترعوها سجناء ما كان عندهم يعني طرق ترفيهية، فكانوا يبون يرفهون عن نفسهم. فاخترعوا لعبة الإسكواش بحيث إن يابوا كرة ونجحت، وكانوا يابوا كرة وكانوا يلعبون بإيدهم. لين ما انتشرت في مدارس في منطقة هارو. حلو. بعدها تطورت اللعبة، يابوا المضارب، صنعوا بالعصاية مضارب مصنوعة من مادة الخشب. يا سلام. والكور جوفوها علشان تعطي إمكانية أنها تكون أسرع. كلها هاند ميد طبعاً. بالطريقة القديمة. أي نعم، كانت كلها في الطريقة القديمة، وهذا الكلام كله كان في القرن 19. ومن ثم بعدها دائما لما نسمع الإسكواش نسمع طبعا المصريين وإنجازاتهم فيها. نعم. فقصة المصريين كانت مع الإسكواش، أو ابتدت قصة المصريين مع الإسكواش كان في القرن 20. الله. أي نعم، مع سفير مصر في لندن عبد الفتاح باشا. ما شاء الله أنت حافظ تاريخ اللعبة. أي نعم. خلنا الحين معاك نبي بالكويت. إن شاء الله. تبارك الله 17 سنة وسبع ميداليات وكؤوس. نعم. قول لي أول بطولة وين خذيتها؟ أول بطولة لما رفعت علم الكويت وين؟ أول بطولة شاركت فيها كانت بالبداية في الكويت. أي. شاركت في بطولة كأس الاتحاد ومع نادي القرية الرياضي، كانت بداياتي لما كان عمري 6 سنين. ما شاء الله. لعبت مع نادي القرية الرياضي في الدوري العام وكأس الاتحاد. تمام. وفزت بأول كأس تفوق لي كان في 2013 مع نادي القرية. ما أثرت على الدراسة محمد؟ لا لله الحمد. ما شاء الله. كنت متوازن موازن بين الدراسة والرياضة. هذه أهم نقطة. مشكور. أيه. محمد تبارك الله، أنا أتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله الدائم. نورتنا كمبدع من مبدعينا في قرية يوم البحار. شكرا جزيلا للاعب الدولي والعالمي اللي حاصل على 7 كؤوس وميداليات في لعبة السكواش محمد العمران. لقطات من قرية يوم البحار وراجعين.